توقع كلنا يا البنات نعاني من هذه النقطة. تخيلي تصحين من عز نومك بسبب ألم بطنك، وتروحين للمطبخ وتستنين لين الموية تغلي، وبعدين تصبينها بالكمادة وما تدري انت سكرتي الكمادة زين ولا لا، لأن فيك النوم. بنات حرفيا هذا الاختراع فك علينا أزمة كبيرة. تخيلوا بنات، كمادة إلكترونية وفيها 3 درجات حرارة و4 درجات اهتزاز، يعني على الشيء اللي انت ترتاحين له. وغير كذا تخيلوا بنات، السير حقها جدا مريح، طيب تحطيني على المقاس اللي انت تبغينه، جدا مرن. والله يا بنات اللي اخترع هذا الشيء فك علينا أزمة. وحتى مثلا لو لبستيها مثلا تحت العباية، طالعة مكان شيء زي كذا، تعبانة بدوامك، مرة مريح، تحطينه جنب سريرك، يجنن يجنن يجنن. وتخيلوا بنات غير كذا انها شحن، يعني تقدرين تاخذينها معك برا،